بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد غزال من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. اليوم احنا في الدرس الثاني من دروس تصميم تطبيقات الإنترنت، والذي سيركز على الـ HTML for Designing Website. بنتكلم الدرس الماضي ركزنا على الأدوات وركزنا على المتصفحات وركزنا على التراكيب الخاصة بلغة الـ HTML، وتكلمنا في التطبيق الأول وكيف استخدمنا المتصفح بحيث إنه كان يترجم الكود البرمجي، ومن ثم تكلمنا وركزنا على الإديتور وكيف نتعامل مع الإديتور في كتابة الكود البرمجي. اليوم حنكمل الدرس وحنركز اليوم على النقاط الخمسة اللي أمامنا. حنحكي في موضوع How to save the HTML document، وهذا الكلام مهم جدا في المقدمات، يعني الناس اللي فعلا ما عندها خبرة قبل ذلك في موضوع البرمجة، اليوم لا، حنتكلم في أدق التفاصيل، كيف إحنا نحفظ ملفاتنا، كيف نخزن ملفاتنا، كيف نحاول نسترجع الملفات بطريقة سلسة وسهلة للجميع. حنتكلم في موضوع النيمينج، يعني من وين جاءت تسميات التاجز، كيف بدنا نسمي أسماء الملفات، كيف نسمي أسماء المجلدات. اليوم طريقة التسمية، سواء بدنا نتكلم عن طريقة فيها عبارة عن إرشاد وتوجيه، وكذلك كيف بتتم العملية فعليا في الـ HTML في موضوع تسمية التاجز هنتكلم فيها. هل الـ HTML عبارة عن كيس سنسيتيف، يعني مركزة في التمييز ما بين الكابيتال لتر والسمول لتر، أم إنه الكابيتال لتر تساوي السمول لتر، ما فيش فرق بين مين؟ بين الاسم في اعتبارات الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة. من ثم سنتكلم في موضوع طبيعة الـ HTML، إن هي عبارة عن nested element، يعني تخيلوا لما حكينا في التركيبة قلنا الـ HTML في داخلها body و head، فإحنا اليوم الكبير في داخله تاجز صغيرة، التاج الأب في داخله مجموعة من التاجز، في هناك تداخل ما بين التاجز. حنتكلم في الأخير في موضوع الـ empty HTML element. نرجع الآن نتكلم في موضوع الستايل الكامل لهذا التطبيق او لهذه الصفحه، هذا وصلنا له في المره الماضيه. اجينا هنا تكلمنا على انه في عندي H1 وفي عندي باراجراف. اليوم نتكلم في موضوع النيمينج. طيب لما بدي اجي اعمل نيمينج للدوكيومنت هذا، اول شيء في موضوع النيمينج اني اعمل سيف او سيف از، كونه هذا الملف عندي مخزن مسبقا، لا بدي اعمل سيف از، بضغط على زر الفايل في القائمه هذه، بروح على سيف از، بأحدد المكان اللي بدي أخزن فيه الموقع هذا أولاً. وين المكان مهم حتى أستطيع استرجاعه، ما بقدر أن أخزن في مكان ما بعرف وين مكان التخزين. في الغالب نروح على الديسكتوب، الآن في الديسكتوب أنا وين موجود؟ على الديسكتوب بدي أحدد مجلد، يجب إني يا بحدد مجلد يا إما بأنشئ مجلد. الآن رايح لأنشئ شيء جديد؟ لا، بأنشئ مجلد جديد. كل موقع يجب أن يكون عبارة عن مجلد على الديسكتوب تبعي أو على جهازي أنا، جهاز الكلاينت، جهاز العميل اللي هو جهاز المصمم بتكلم فيه، اللي هو أنا جهاز اللي أنا بصمم من خلاله. هاي بنعمل نيو فولدر، في داخل النيو فولدر الموقع اللي أنا حصممه لإيش؟ إيش اسم الموقع؟ حتى اسم الموقع أنا بدي أعمل موقع شخصي لإلي، أصبح بقول غزال بورتفوليو أو غزال بروفايل او غزال هوم بيج، ممكن اسمي ايش اسم معبر عن المضمون تاع الموقع، اصبح غزال هوم بيج، اصبح هي اسم المجلد هو يعبر عن اسم الموقع. ممتاز، بدخل الان على المجلد، في داخل المجلد بدي اخزن الان اسم الملف. يا جماعه اسم الملف اللي انا بدي اخزنه في الغالب الصفحه الرئيسيه لاي موقع تسمى اندكس، يعني انا بسمي الصفحه الرئيسيه عباره عن اندكس. طيب ممتاز، يميز الكود البرمجي تاع لغه ال HTML عن اي لغه برمجه اخرى مثل البي اتش بي، اي اس بي او وات ايفر، حتى ملفات التكست. انا الان ممكن انا اسمي ملف وهذا الملف يكون عباره عن تكست فايل، لما بدي انا اسمي يجب اني اعمل امتداد الملف دوت اتش تي ام ال، هذا المهم جدا. الاسم اندكس ممكن تسميه واحد او عفوا اكس او واي او زد، ما في مشكله في التسميات، ولكن احنا بنعمل ريكومنديشن، توصيه انه ان تعبر عن اسماء الملفات والمجلدات بمضمون الملفات والمجلدات. مجلد عباره عن موقع، بعبر عن اسم المجلد باسم الموقع. ملف بدي اعبر عن اسمه بمضمونه. اليوم الصفحه الرئيسيه
المتعارف عليه عند عالم المبرمجين والمصممين هي عبارة عن إيش؟ صفحة الإندكس. إندكس طب إنها صفحة HTML مكتوب فيها كود HTML، كيف بدي أميزه؟ بدي أميزه بامتداد الملف .html، وبعمل مين؟ بعمل سيف. اليوم أنا الصفحة تبعتي صارت عبارة عن مين؟ هيها موجودة عندي على التاب index.html. وين موجودة؟ موجودة هاي، لو وقفنا حطينا الماوس هنا بنلاقيها موجودة على الديسكتوب ضمن مجلد غزال هوم بيج سلاش أو باك سلاش اللي هو index.html. أصبح اليوم السيفينج لازم احنا اعتبر إلى المسميات المفهومة والمعلومة لي ولمضمون المحتوى، يعني أنا عاملين هذول مهمات جدا في الموضوع هذا. طيب نرجع الآن على النقطة الثانية هي النيمينج of HTML document. يا جماعة احنا تكلمنا قلنا انه التاغز هي عبارة عن HTML، ما بقدر احط XYZ، ما بقدر، مش هتكون ذات معنى، فهي عبارة عن تاغز معرفة مسبقا. يعني اليوم انا بتكلم لغة التاغز او اللغة الوصفية اللي هو اللي بنستخدم فيها التاغز HTML هي عبارة عن predefined tags، يعني هي عبارة عن مجموعة من التاغز المعرفة مسبقا وانا بستخدمها استخدام بستدعيها استدعاء بحيث انها ايش تعبر عن انا بدي اظهره على الشاشه. بدي اظهر ايمج بستخدم التاج ايمج، بدي اظهر انكر، بدي اظهر اللي هو هايبر تكست او يعني نص تشعبي بستخدم الانكر تاج وهكذا. طيب احنا على اساس نتكلم في موضوع النيمينج بدي اتكلم في الاز اتش تي ام ال كيس سنسيتيف. تعال نعمل، والله انا الان بدي اشتغل مثلا باراجراف. هل لو اجيت عملت باراجراف كابيتال لتر هنا وسميت الباراجراف سميته ذيس از كابيتال لتر، كابيتال لتر باراجراف، كابيتال لتر تاج نسميها، هل حتطلع ولا مش حتطلع؟ يعني انا بدي اسميه هنا واحده كابيتال واحده سمول، ولين سميناها؟ هي حتطلع لانه ما فيش فرق يا جماعه، ما في فرق اصلا. انا وين موجود مخزن ملفي بالمناسبه؟ مخزن ملفي على المجلد، هينا المجلد انا تو خزنته، وين موجود؟ هي غزال هوم بيج، بضغط هنا بلاقي صفحة الاندكس. افتح صفحة الاندكس باستخدام الاوبرا براوزر، حلاقي مين؟ حلاقي الباراجراف اللي انا حملتها، هيها اصبح this is غزال letter tags. اصبح ما فيش فرق عندي ما بين الكابيتال والسمول، هذه نقطة مهمة جدا في ايش؟ في الاعتبار. طيب نروح نكمل الان الشغل اللي اشتغلناه. ابن نتكلم الان على موضوع النستد. ايش النستد؟ بنيجي على الاتشمال، هاي لاحظنا وين الاتشمال، بدانا هنا وانتهينا في النهايه، انه دخل الهيد في داخل الاتش تي ام ال، اصبح دخل نستد، تداخلت الان الهيد تاج داخل مين؟ داخل الاتش تي ام ال تاج. طب والبادي؟ البادي هاي دخلت برضه في داخل الاتش تي ام ال نستد، يعني متداخله مع الاتش تي ام ال. طب في داخل البادي في عندي اتش 1 برضه متداخله مع مين؟ مع البادي. طب والباراجراف متداخله برضه مع مين؟ مع البادي. طب فيني ان احط تاج في داخل هذا التاج، يعني فيني في وسط الباراجراف تاج احط تاج؟ في امكانيه احط تاج. وين بدي احطها؟ مثلا نيجي نحط عند غزال، بدي اقول التاج بولد، في عندي تاج اسمه ايش؟ بولد تاج، هاي بي اللي هو ايش؟ الكابيتال اللي هو بي اللي هو بنتكلم عن ايش؟ عن البولد اللي هو الخط العريض، وهي سلاش بي. اصبح اليوم انا لما استخدمت البي تاج هو البولد تاج قبل غزال وبعد غزال، حتظهر عندي غزال هي عباره عن كابيتال ايش؟ مش كابيتال لتر، حتظهر عباره عن بولد تكست، حتظهر عباره عن ايش؟ عن خط عريض. تعال نيجي نشوف الكلام هذا في الدوكيومنت اللي احنا رايحين له، وينها؟ على الاوبرا. هاي لو جينا عملنا ريفرش، ايوه شفنا وين غزال، اصبح الان تم وضع تاثير على كلمه واحده من خلال وضعنا التاج قبل الكلمه وبعد الكلمه. ولاحظوا وين؟ لاحظوا انه البي تاج دخلت في اطار الباراجراف تاج، البي تاج اللي كانت عباره عن مؤثر، وضعت البولد، وضعت الخط العريض، مؤثر الخط العريض على كلمه غزال، وجدنا انه هذه عباره عن نستد تاج، دخلنا هنا وسكرنا هنا، فانتهى تاثير مين؟ تاثير التاج. لاحظوا معايا الان التنفيذ بيجي بدايه في الاتش 1، خلصنا اتش 1 انتقلنا على الباراجراف، في داخل الباراجراف دخلنا على البي هذا وخلصنا البي، الان انتقلنا خلصنا الباراجراف الثانيه، بعد هيك ندخل على الباراجراف الثالثه، اصبح بيمشي هو سيكوينشال، بنفذ الاوامر سيكوينشال، واحده واحده، امر امر، سطر سطر، واحنا ماشيين بنلاقي التاج، بتفتح التاج وبتسكر التاج، بنكون خلصنا الامر هذا. طب في وسط الكلام في امكانيه نشتغل نحط تاج؟ في امكانيه نحط تاج، اصبح هي عباره عن نستد ايمنت.
هذه النقطة مهمة. طيب آخر نقطة حنتكلم عندها حتى نقف الامبتي اليمنت تاج أو الامبتي اتش تي ام اليمنت. بنتكلم الامبتي يعني بدون محتوى، هو عبارة عن تاج بدون محتوى. زي مين؟ زي تاج اسمه بريك لاين بي ار، هي تاج اسمه بي ار، هو اسمه بريك لاين، إن أنا من خلاله بأنزل سطر. بالمناسبة الباراجراف البي هو كتلة كاملة، بيظهر عندي كتلة كاملة. لو جينا هنا وجدنا هنا احنا هنا كتلة كاملة، والباراجراف اللي بعده كتلة كاملة، والاتش 1 عبارة عن كتلة كاملة. كيف انا بدي انزل سطر من هنا؟ انزل سطر ما بقدر انزل سطر في اطار الباراجراف از بي تاج، ولكن لو اجينا وضعنا البريك لاين بي ار از امبتي اليمنت، احنا ايش بنقول للكود هذا؟ انه انزل سطر بعد البيج، فحنلاقي انه والله انزلنا سطر بعد مين؟ بعد البيج. لو عملنا كنترول اس هو سيف، حفظنا التغييرات اللي صارت هنا، بنيجي عند الاوبرا وبنعمل ريفرش للصفحه، او بنعمل اعاده مين؟ ضغط الانتر. هذه ايش وجدنا؟ وجدنا انه التاج بي ار والبريك لاين نزل السطر من عند كلمه 2 وتحت. ولو اجينا حطينا كمان بي ار ثاني حننزل سطر ثاني، هاي بي بريك لاين ثاني وبريك لاين ثالث، اصبح حننزل الكلام قديش؟ ثلاث مرات، او حننزل الخط ثلاثه اسطر، بنعمل سيف وبنرجع نعمل هنا، اصبح هاي سطر اثنين ثلاثه. هيك احنا بنكون تقريبا خلصنا كل الاشياء اللي حكينا فيها. درسنا الثاني هو عباره عن درس مبادئ، هو اكمال للدرس الاول. لاحظوا معي انه يجب ان يكون الدرس الاول حاضر معنا، تجدوه في التوصيف. احضروا الدرس الاول والثاني وانتظرونا في الدرس الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.